كونيتشوا منا، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اشتقت لكم كتير، اخ اسبوع كامل بدون تنزيل ولا مقطع دايم، والله الوقت يمر بسرعة. فالمهم اليوم نتكلم عن افضل الانميات من استوديو ماد هاوس. هذه راح تكون سلسلة جديدة، تقريبا في كل اسبوع بحاول انزل مقطع عن هذه السلسله، بيكون عن افضل 10 انميات من استوديو معين. راح نبدا بماد هاوس، بعده مابا، بعده توي انيميشن، شو ايضا عندنا وايت فوكس، ايوه بيكتر، ايضا سون رايز. يا اخي في كتير استوديوهات مره رهيبه وتستحق التكلم عليها. قبل ما نبدا او نشرع في سرد افضل الاعمال الاستوديو هذا، نتكلم عن كيف تم انشاؤه كده. استوديو ماد هاوس تم انشاؤه في 1972 على يد المؤسس ماساو مارياما وايضا اوسامو ديزاكي. كانت اول اعمال استوديو هذا هو انمي ايس او نيرا، وتم انتاجه في 1973. بعدها تولت اعمال فنية مختلفة والتي تتراوح بين الانميات والاوفات والافلام، وبعد فترة توسع الاستوديو ليضم افراد جدد لطاقم العمل مثل المخرج موروي اساكي وايضا ماسايوكي كوجيما. صنع الاستوديو هذا تاريخا حافلا بالعديد من الاعمال الرهيبة والأسطورية. فاليوم أقدم لكم أفضل 10 أنميات من استوديو ماد هاوس، فيلا بينا. نبدأ بأول أنمي مترجم شاهدته، وهو أنمي ديت نوت من أفضل أعمال استوديو ماد هاوس. قصة أنمي ديت نوت تدور حول الشاب العبقري اللي يدعى ياغامي لايت، وهو طالب في الثانوية العامة. يحصل بالصدفة على مذكرة الموت وتبدأ رحلته لإيجاد عالم مثالي وخالي من المجرمين والجرائم، وذلك بمساعدة الشينيغامي ريوغ. الشينيغامي هو مصطلح ياباني ويعني إله الموت، استغفر الله، في المعتقدات اليابانية القديمة. فبعد أن قام ريوغ بإلقاء مذكرة الموت للعالم البشر، يبدأ ياغامي لايت باستعمال تلك المذكرة بمحاكمة المجرمين عن طريقته الخاصة لتحقق رؤيته في إيجاد عالم مثالي. فهذه قصة ديت نوت من أعظم الأنميات اللي ممكن تشوفها في تاريخ الأنمي، وإذا ما شاهدته لازم تشاهده أكيد، لأنه أنمي مرة خرافي. Birds flying high. والانمي التالي معنا هو ديت باراد. بعد الموت يذهب البشر الى الجنة او الجحيم، لكن البعض يصلون الى كوين ديكوم في لحظة موتهم، وهي حانة يوجد فيها شخص غامض ابيض الشعر يدعى ديكوم، ويجعلهم يخوضون لعبة حيث يراهنون بحياتهم وتنكشف طبيعتهم الحقيقية. ديكوم هو مثل الحكم، هو من يقرر من يفوز ومن يخسر، ومن يختفي ومن يعود من جديد إلى الحياة. فالأنمي نوع ما غريب، ولكن الأنمي لما تشاهده رهيب مرة، يحكي عن تصنيف الألعاب وأيضا نفسي وغموض، فأنصحكم بشدة بهذا الأنمي. الانمي التالي هو انمي كايجي، افضل انمي نفسي بالنسبة لي. تتحدث القصة عن شاب يدعى كايجي بلا عمل ولا هدف في الحياة. يترك بابه احد الرجال مطالبا اياه بتسديد دين احد اصدقاء كايجي، فيضطر بطلنا لركوب سفينة تدعى الامل لخوض قمار ضد مجموعة من الناس الذين يعيشون نفس الوضعية تقريبا، والذين يعتبرون حتالة وقمامة للمجتمع. ونتبدأ القصة بخوض كايجي لمجموعة من النزالات قصد النجاة والخروج من هذا العالم المظلم. الانمي 10/10، وانصحكم باي شخص يحب انميات من تصنيف نفسي وايضا الغموض، وما تهتموا ابدا للرسم لان الرسم نوعا ما غريب، ولكن الانمي فعلا شيء مرة اسطوري. والانمي التالي معنا احد افضل الاعمال الدرامية، وهو انمي رينبو. تدور احداث هذا الانمي في فترة صعبة في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، عندما يصل 6 مراهقين الى اسلحية شونان لارتكابهم جرائم مختلفة، وفي نفس المكان يلتقيون بشخصية اسمها ساكوراغي، وهم يلقبونها بأونيتان، وهو ملاكم سابق، وتتكون رابطة صداقة قوية بينهم. وتحت قيادة أونيتان او ساكوراغي يتعهد الفتيان معا على الصمود حتى تكون مرة اخرى في العالم الخارجي. انمي مرة درامي وراح تتأثرون كتير به، واللي شاهد رينبو يعرف عن شو اقصد.
فننتقل الى الانمي التالي وهو الطفيليات او انمي باراسايت. مخلوقات غريبة اتت من مكان مجهول تسيطر على جسم الكائن الحي لتبقى على قيد الحياة، بامكانها تغيير اشكالها حسب الظروف المحيطة. هذه المخلوقات تدعى بالطفيليات او الكيسيجيو. شخص واحد يعرض وجودهم ويدعى شينجي، وهو طالب في المدرسة العليا. يحاول شينجي جاهدا ان يسيطر على جسده بعد ان تمكن الطفيلي من السيطرة على جزء منه، فسينجح شينجي وسيتمكن من انقاذ البشرية منهم. هذا ما ستعرفونه في الانمي الاسطوري اللي هو الطفيليات. وابرز التصنيفات اللي في انمي باراسايت هو الدراما وايضا الاكشن، فاذا تحبون التصنيفات انصحكم بانمي باراسايت. ننتقل للانمي التالي المعروف لو يعرف انمي هانتر او القناص. تبدأ القصة باكتشاف جون ان والده لا زال على قيد الحياة من قبل صياد غريب قدم الى قريته، فانطلق في رحلة للبحث عن ابيه والحصول على رخصة الصياد عبر دخوله لامتحان الصيادين، متجاوزا الصعاب العديدة التي كانت تواجهه بمساعدة اصدقائه الذين التقى بهم خلال رحلته. تتميز قصة انمي هانتر بحبكة فريدة من نوعها وباعتمادها على بعض من الاخلاقيات كاساس لها مثل الشجاعة والصداقة، وكذلك تقسيم القصة الى عدة اجزاء كل منها يمثل رحلة معينة وتتميز باختلاف عن باقي الاجزاء وبارتباطها مع في الاني نفسه. فانمي رهيب وانصحكم جدا به، اعتقد انه مشهور فما يحتاج اتكلم عنه كثير. فبننتقل للانمي التالي وهو انمي هيلسين التيمت. تدور قصة الانمي حول منظمة هيلسينغ، المنظمة الملكية للفرسان، ولتقوم بعملها في بريطانيا، حيث تقوم هذه المنظمة بمحاربة الوحوش يعني اصناف جثث او زومبي او مصاصي الدماء لإبقائهم بعيدين عن المنظمة الملكية وعدم كشف السر للعامة. وتتميز بقتال شخص يدعى ألوكارد بجانبها وهو مصاص دماء قوي للغاية وينفذ أي مهمة تطلب منه. ألوكارد هو بطل هذه القصة وهو مصاص دماء، ولو نقلب كلمة ألوكارد يطلع لك دراكولا واللي هو مصاص دماء أيضا. فصراحة أنمي مرة رهيب وعميق، وهو أيضا من أفضل الأنميات اللي تحكي عن تصنيف الرعب أو الجور. والانمي التالي معنا افضل انمي رياضي بالنسبة لي، انمي هاجيمينو ايبو. ماكاناوتي ايبو تعرض للتنمر طول حياته، يقوم زملاء فصله دائما بضربه ولكن لم يكن ابدا راغبا في التصرف حيال ذلك. ففي احد الايام في خدمة تنمر اخر يتم انقاذ ايبو بواسطة تاكامورا احد افضل الشخصيات في هذا الانمي، وهو شخصية محششة وكوميدية. فالمهم صادف ان تاكامورا هو ملاكم ويغمى على ايبو في ذاك المكان، وبعد اصابة ايبو تاكامورا يحضر ايبو الى صالة الملاكمة لتدعى كاموجاوا، وبينما يستعيد وعيه ايبو هناك في صالة العاب الرياضة يتغير كل شيء ويريد ان يصبح قوي، فيدخل هناك الى صالة العاب الرياضة ويريد يصبح ملاكم ليدافع عن نفسه ويدافع عن من يحب. ننتقل للانمي التالي، احد افضل الانميات اللي فيها السخرية وايضا الكوميديا وايضا تصنيف القوة الخارقة، معنا انمي وان بانش مان. قصة انمي وان بانش مان تدور حول سايتاما، شاب عاطل كان يبحث عن عمل حين صادف في طريقه وحشا على هيئة سلطعون. الوحش يبحث عن طفل عبث معه، حينها يقرر سايتاما انقاذ الطفل، فبعدها سايتاما ينقذ الطفل ذاك. المهم سايتاما منذ صغره يريد ان يصبح بطلا، وكان يشاهد دائما التلفاز يريد يصبح بطل وهيرو كده، فتابع حلمه وتدرب لثلاث سنوات حتى فقد شعره واصبح يقضي على اي شخص اي منافس اي شرير بلكمة واحدة فقط. فانصحكم بهذا الانمي اذا كنتم تحبون القوة الخارقة وايضا انميات الكوميديا. I'm gonna
gonna make it bend and break. والانمي التالي معنا هو انمي تريغون. رجل بماضي سيء يسمى فاش تكون البداية بظهوره في منطقة من الصحراء جاهلا بما يدور حوله من احداث التدمير وقتل اهالي المدينة الذين يعيشون فيها، ويعتقدون سكانها ان فاش وراء رأسه 60 بليون دولار، وهو نصيب من يمسك بفاش او على الاقل ان يستطيع قتله. وايضا الناس تسمع عن البطل عن شائعات بانه يقتل اي شخص يقف في طريقه سواء كانت امرأة او طفل او اي شخص. فالانمي نوعا ما قديم، ولكن من ناحية الفكرة وايضا الاحداث اللي تصير شيء مرة اسطوري، فلا يفوتكم انمي تريغون فانصحكم به. فهذه كانت قائمتي لأفضل 10 أنميات من استوديو ماد هاوس. أتمنى يكون يعجبكم المقطع يا راهبين. كان عدد نوصيكم لا تنسوا اللايك والاشتراك ونشر المقطع في كل مكان، واخبروني ما هم أفضل 10 أنميات أو فقط أنمي واحد، ما هو أفضل أنمي لكم في استوديو ماد هاوس. عن نفسي أفضل أنمي في هذا الاستوديو هو أكيد أنمي هانتر. واتمنى يكون يعجبكم المقطع، وبنلتقي مقطع آخر إن شاء الله. جانا منه.